نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع معالي الوزير سامي حداد. يعني تطرقنا لموضوع قانون الانتخاب وبعرف حكيت عنه كمتابع، لكن ذكرت خلال الحلقة أنه ينزلوا على مجلس النواب يكون الفصل، يعني طرحت هذه القوانين يصوتوا عليها. شوف مجلس النواب عم نهمشه بعدة طرق. أول شيء الحوار، هيئة الحوار يا أخي. الحوار هو مجلس النواب، هيدي هيئة الحوار مش دستورية، استعملوا. وبعدين كل شيء بالإجماع عم بتهمشوا كليا. مجلس النواب هو محل بيصير فيه تصويت، ممكن يصوتوا عنه انتخاب يسقط أو يطلع، يعني مش هيك بيصير. بس هو التوافق السياسي على قانون يرضي الجميع ويؤمن عدالة التنفيذ، هذه الصيغة الجميع كلهم. هلا في إذا بدك ست زعمة كتير كبار منيح يمكن يتفقوا، مع انه لحد هلا ما اتفقوا، بس اكيد في ناس احزاب صغيره وافراد ما راح يرضوا، يعني الجميع من هون عم يعملوا المختلط مع الاخذ بشيء من النسبيه، وبالتالي لحتى يكون شوي اشمل ان شاء الله خير. بس كل هالاشياء هيدي قديش بدنا وقت انا وياك لنتعلمها لنعرف لمين بدنا نصوت وباي دائره. وزير الداخليه قال واضح انه في حال قانون جديد ما حتكون الانتخابات بايار، في تاجيل تقني مبدئيا لايلول، وبالتالي لا تبيان الامور لكل الناس. والكوتا النسائيه، الكوتا النسائيه داخله بالمختلط ولا هلا بعد في كلام حولها، لانه لما يركب القانون ببين كل شيء. على كل حال بصير عندنا مجلس نيابي جديد عظيم، اوكي، وتتفعل كل المؤسسات. في حال اكتمال استاذ حداد هذا، يعني حكومه رئيس جمهوريه وايضا عندنا مجلس نواب جديد، وبالتالي مبدئيا مفروض يكون البلد على هذا النوع من الاستقرار السياسي بالموضوع الاقتصادي، موضوع السياحة، موضوع الاستثمارات، موضوع الثقة، كل شيء. طبعا ثقة هي أساس كل شيء. بس إذا صار عندنا مجلس نيابي جديد تكون اكتملت المؤسسات الدستورية وفي يصير فينا ننطلق جميع النواحي. شو المطلوب يعني غير الصورة للبنان؟ صحيح صار هذا النوع من الاستقرار وتم تحييد لبنان نوعا ما عم يجري في سوريا وغيرها من الدول. نحن حيدنا مفروض يكون سوريا. لبنان موقع جاذب أكثر، مفهوم اكيد. بس كل مطلوب منه خلينا نحكي نحن مصالحنا الاقتصاديه مع مين؟ شئنا ام ابينا مصالحنا الاقتصاديه مع دول الخليج ومع الغرب، صح. مش مع غير ناس. طيب مصلحه هاي بقى هالجماعه اللي هن دول الخليج والغرب بدنا نسيرهم لمصلحه بحته، غير في علاقات ودعمونا وكل شيء. لا نسيرهم شو يعني؟ كل شيء يعني اولا اول شيء ما نستفزهم سياسيا ونهاجمهم ونهاجمهم، نعم. وثاني شيء نقول لهم انه نحن سوق مهم ونحن بنستقبل الاستثمار وبنسهله، بالنتيجه ما في غير الاستثمار بيخلق فرص عمل. بدك تجيب ونستثمر اللبناني اهلا وسهلا فيه ليرجع، والمستثمر الخليجي والمستثمر الاجنبي، هذول هن اللي بدهم ينشطوا البلد. والبلد جاهز لاستقبال كل هؤلاء؟ مطلوب منه تشريعات جديده، مطلوب منه فيك يعطي فيك يغير بالقوانين، فيك تعمل تشريعات وقوانين وتغير شوي، بس اهم شيء الاستقرار. اذا استقرت الامور وصارت الانتخابات مثل ما لازم، نكون نحن خطينا شوط كبير. نعم. على كل حال في بعض الملفات بالداخل ايضا يمكن غابت وتعود، النفايات مفروض انهاء هذا الملف، القطاعات المنتجة أيضا، موضوع المؤسسات، موضوع الوظائف، موضوع البطالة، يعني وبدك تعين حاكم مصرف لبنان جديد لأنه هيدا مهم كمان بموضوع الثقة. هلأ في إطار قريبا على كل حال أنجزت الحكومة سلة تعيينات كبيرة بالموضوع العسكري وموضوع المواقع الحساسة، وبالتالي أيضا في موضوع الشواغر بعد مطروحة بسفرات وفي سلك الدبلوماسي، يعني باختصار مبدئيا في خطوات تؤخذ. يبدو عجلة التعيينات والتقدم واكتمال مؤسسات دستورية ماشي منيح، وهذا كله يعني بيساعد انه نمشي. هلا كل هالشي حكينا فيه، في شغلة مهمة هي الغاز والنفط والبحر، هذا ملف كتير مهم. نعم. لازم نضحش فيه لانه الاسرائيلية سبقونا كتير والابارسة سبقونا ونحن حرام نبقى مثل ما نحن. هلا معالي الوزير بجلسة الاولى على كل حال تمت المراسيم، ممتاز. بس المهم انتو دور الاعلام اساسي لحتى تتأكدوا أنه كل شيء عم بيتم بشفافية مطلقة. يأخذ وقت على كل حال هذا الموضوع، بس أنه بالقليل هلا مش الترين. نعم. هذا يتزامن مع هذا الاستقرار اللي عم تحكي عنه، السياسي 100% تشريعي والأمني أهم شيء، يعني حصل أكيد. بعض الإشكالات بالمخيم وغير المخيم، البعض يعني تخوف أنه
تزيد أكثر، ولكن تم ضبط الموضوع. هلا هو اللي صار يبدو انه في سلاح كثير، سلاح هيدا يعني بدك تشوف قد ايه بقيت حرب بطرابلس، قد ايه صار لوقف الحرب. لا انا ما عندي اسرار الامور، بس بعرف انه الجيش فات وقف الامور، اتخذ القرار يعني، بس انه الجيش قادر ينفذ. نعم، امبارح كان نظيرك مع الوزير الاقتصاد رائد خوري بطرابلس بجوله على المرفأ عظيم والمنطقه الحره، وحكي انه بموضوع سوري لبنان من انطلاقا من المرفأ والمناطق الحره مساهمه باعاده اعمار سوريا طبعا بعد انتهاء هذه الحرب، يلي طرابلس والشمال نعم اكيد رح يستفيدوا كثير اول ما تخلص الحرب بسوريا، واكيد اسهل كثير انه تنتقل البضاعه من مرفأ طرابلس على الداخل السوري من ما تنتقل من مرفأ بيروت. بس على كل حال هالحرب بسوريا فادت ثلاث قطاعات بلبنان، المطار، مرفأ بيروت، ومرفأ طرابلس. تحسن شغله وراح يتحسن كثير اكثر اذا فتحت الامور. بس هون في شغله كمان لازم ينحكى عنها دائما ونضوع عليها، هالاوتوستراد العربي. اليوم عندنا مرفأ بيروت ممتاز. اليوم اذا هالاوتوستراد العربي ما خلص ما رح نقدر نستفيد مثل ما لازم نستفيد. هلا في عبء اللاجئين، هذه الشغله السلبيه. هذه شغله كبيره، وبالتالي مفروض هناك شيء ما يعمل على هذا الامر بعد ما تمت متابعته بالحكومه السابقه. انا بدي اشكرك كثير. ما بشكرك. مع الوزير سامي حداد على وجودك معنا اليوم بكلام بيروت. الشكر ايضا للمشاهدين على المتابعه. الى اللقاء.